جل من لا يخطئ. لا تخربط مثلي بالفرق بين أنتزال und Zahl. بأين منوتة دويتش لعنا. خلنا نشوف. الكلمة الأولى هي دي تزال. دي تزال هو الرقم. الرقم المجرد. يعني إن كان واحد هذا اسمه تزال. اثنين هذا اسمه تزال. 22 هذا اسمه تزال. فمثال على ذلك بنحطها بجملة أقول Kannst du diese Zahl lesen? Kannst du diese Zahl lesen? 66.666. أما الكلمة الثانية اللي هي دي أنتزال. دي أنتزال بمعنى العدد. يعني عدد أشخاص بقاعة معينة. فأقول هذا عن هذا الشخص هذا. أقول عن هذا العدد دي أنتزال. ما بدنا نخلط بيناتهم دي تزال ولا دي أنتزال. تمام؟ فمثال على ذلك أقول wie groß ist die Anzahl der Besucher? Wie groß ist die Anzahl der Besucher? إنه كم عدد الزائرين اللي راح يجونا؟ أو مثال تاني أقول Ist das die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Klasse? هل هذا هو تعداد التلاميذ والتلميذات في الصف؟ تحياتنا لكم ومنشوفكم فيديوهات جديدة. تشاو.